واول حاجه انا ما كنعرفهاش، نقدر نشوفها نعرفها هذا حيت انا ما كنت انا في الديار الامريكيه دوبوي لونطون، كنت عندي لاج دو 17 ans، خرج بكري ويلا دخلت دي ماشي المهم نقول من 2003 دخلت في حالي ما كنعرفهاش، ولكن على ما سمعت انا هذاك السيد مع مجوج واقيلا وداك الشيء، ومنين هي مثلا علاقه دايره داخله، انا كيبان لي هي المشكل، واش داخل على السيد هو مجوج انت عارفه مجوج اش غادي يوقع؟ تشتيت العائله، غادي تشتتي العائله، راه حتى واحد ما يقبل الخيانه، لا الله لا العبد. الخيانه ما يعني انا راه كتبان لي لافوت ديال هاد الصقر ولا الصقور ولا سميتها اش يقولوا لها، هاد امل راه الا بقيتي بنتي هكا راه ما عندك امل، راه والو الهاويه.